شهيد ريبان تكوشينا من الساغ النامل يكون منارة تنير أرجاء الوطن. الرفيقة فيان سوران والتي تجسدت في مقولتها فلسفة القائد آبو هي التي تدير ظلام الليل الدامس، كانت تقول أيضا: كلما تعمقت في القراءة ازدادت إشراقي وشعرت أكثر بكل مآسي الشعب الكردي ومآسي المرأة الكردية بعمق. كوتشي كود ديو كتاب نشهد المشاعر دشوار لما ينهي زيدان حسرة أصاديك شاندران. هيدي وحسيتي بخير